النقل والتفسير ليس لهم سوى الكتاب ونص المصطفى سند أحبار ملته أنصار. حفظكم الله. طلعت على بعض العبارات وبعض المقالات يذكرون فيها من هذه، يقولون تواترت الأخبار بأن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل من نسأل بعدك قال الشيخ صالح الفوزان، فقيل له أنسأل فلانا فقال فلان فقيه ولكن اسأل الشيخ صالح. وقد سئل الشيخ محمد المنجد الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في مرضه موته من تنصحني أسأل بعدك يا شيخ، قال الشيخ صالح الفوزان وفلان وفلان، وقد ذكره في أحد أشرطته. وكذلك ذكر الإعلامي عبد الكريم بن صالح المقلم في مقال له في جريدة الجزيرة في عام 1430 بعنوان مواقف وذكريات في حديث العلامة بن عثيمين عن الشيخ صالح الفوزان، يقول مختصر لكلامه: ركب الشيخ بن عثيمين ثم التفت إلي قائلا هذا الشيخ صالح الفوزان، يعني كان يسمعه في الإذاعة. قلت نعم يا شيخ هذا برنامج نور على الدرب. ابتسم الشيخ بن عثيمين رحمه الله وقال ما شاء الله، القلب يرتاح لفتاوى الشيخ صالح الفوزان، هكذا هم أهل العلم الربانيون، يحب بعضهم بعضا ويوصي بعضهم ببعض.